لا تزال تداعيات التطورات الاقتصادية في اليمن تزداد يوما بعد آخر دون أن تتضح مآلاتها النهائية بعد، مهددة في أسوأ صورها وأكثرها قتامة بانهيار الوضع والعودة إلى المربع الأول من الصراع بين الأطراف اليمنية. في أحدث محطات تلك الحرب أوقف البنك المركزي في عدن تعامله مع 6 من أكبر البنوك التجارية التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين بعد أن رفضت نقل مقرها الرئيسي إلى عدن، ليرد البنك المركزي في صنعاء بوقف التعامل مع 12 بنكا يعمل في مناطق نفوذ الحكومة. وبينما يتهم الحوثيون البنك المركزي في عدن بالعمل ضمن أجندات أمريكية إسرائيلية تهدف للضغط عليهم لوقف هجماتهم البحرية والتخلي عن موقفهم من الحرب على غزة، تتحدث مصادر مطلعة عن ضغوط سعودية يتعرض لها محافظ البنك المركزي للتراجع عن قراراته الأخيرة ضد البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين. وأمام كلا الاتجاهين في الاتهامات، يؤكد محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي أن قراراته سيادية واقتصادية محضة، متهما الطرف الآخر بتدمير وتسييس القطاع المصرفي والمالي وطبع عملة معدنية جديدة وتجميد ومصادرة حسابات المواطنين. وأيا يكن، فمن الواضح أن عبء هذا الصراع الاقتصادي سيتحمل تكلفته اليمنيون، إذ سينعكس بارتفاع لأسعار السلع والخدمات بعد تعطل عمل البنوك التجارية في تحويل الأموال لشراء واستيراد السلع من الخارج لبلد يستورد حوالي 90% من احتياجات سكانه.